مركز عافية للتشخيص الطبي بتيرت يقترح عليكم خدمته لزناليز سكانر لراديو وحتى الفحوصات الطبية. تابعون. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. كلينيك العافية توفر لكم مختلف الخدمات الطبية كمخبر التحاليل اللابوراتوار، مصلحة الأشعة الطبية سكانير، إيكوغرافي، ماموغرافي وبانوراميك دونتير ومختلف لراديو، إضافة إلى كل تخطيطات الدماغ والأعصاب والعضلات كأو أم جي والأو أو جي. مرحبا بكم مرة ثانية، إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. شوفوا هذه هي لاصال دو سوان تاعنا، ديروا شونجمون بونسمون، ديروا ابلاسيون دو فيل ونديروا البرا. كيما راكم تشوفوا حتى لاسونسور اللي كاين عندهم هنا في المركز، تروحوا وتدخلوا من طرف لاسونسور في الجانب الطاج مرحبا بكم هنا. بالنسبة للقاعة الأولى هي قاعة الفحص أو أو جي، واللي هو التخطيط الكهربائي للدماغ. بالنسبة للقاعة الثانية هي قاعة الفحص أو أم جي، اللي هو التخطيط الكهربائي للعضلات. ومن هذا كاع غادي نوري لكم لوكاليزاسيون تاع المركز تاعنا وين جاي. تبعونا. كامل تعرفوا الرومبوان تاع الفيدا كي نجو جايين من البراريك، غادي نلقاو الفروج، ندورو ادروات، نروحو تدروا طالعين للامن الحضري التاسع، نلقاو الدوره الاولى ادروات ندورو، وهنايا نلقاو مركز العافيه للتشخيص الطبي. مع مركز العافية نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.